السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة. الليلة في الفيديو ده عايز أوريك شنو الخمس حاجات المهمة شديدة المفروض تكون في الموقع الإلكتروني بتاعك عشان الموقع الإلكتروني بتاعك يكون بكفاءة عالية ويساعد البيزنس بتاعك زيادة إنه يمشي خطوة جديدة. طيب الحاجات الخمسة دي أنا قريتها من الكتاب اللي اسمه Building a Story Brand، ده الكتاب اللي بقرأ فيه اليومين دي. طيب الحاجة الأولى هو يتكلم عن حاجة اسمها The Fold Line، تمام؟ والفولد لاين أو اللي هو خط الطي ده هو مأخوذ من الجرايد، كويس؟ في الجريدة دائما بيكون في الخط اللي أنت بتطوي فيه الجريدة، تمام؟ الخط ده عادة الكلام اللي فوق الخط ده مهم شديد، كويس؟ اللي هو بالمقابل دي الحاجة اللي أنت بتشوفها في الموقع بتاعك أول ما تفتح الموقع، تمام؟ بيقول لها above the fold line اللي هو الكلام الفوق خط الطي. والكلام ده مفروض يكون بسيط جدا ومفروض يكون متمركز حول الزبون ببساطة شديدة. شنو الفائدة اللي بيطلع بها منك الزبون والبزنس بتاعك بالضبط بيحقق الفائدة دي كيف؟ في جملة بسيطة جدا. واحدة من المشاكل في النقطة الأولى دي إنه الشركات بتحب تتكلم عن نفسها، يعني مثلا تفتح الموقع بتاع الشركه تلقى انه الشركه بتقول تاسست شركتنا في العام الفلاني والفلاني، وبيتكلموا عن الشركه بتاعتهم والزبون. الكلام ده كله ما همه، الزبون همه في الوقت ذاك انه كيف يدخل فائده او كيف يستفيد من البيزنس بتاعك، ودي اكثر حاجه انت المفروض تكون مركز عليها في الموقع الالكتروني بتاعك. الحاجه الثانيه المهمه شديد في الموقع الالكتروني بتاعك هو زر الشراء. الزبون لو عايز يتعامل معك او عايز يشتري منك يدوس ياتو زر. الزر ده المفروض يكون لونه مختلف ويكون واضح شديد، وفي العاده الزر ده بيكون قاعد فوق في الجنب اليمين من الموقع الالكتروني. يعني اول ما الواحد يفتح الموقع الالكتروني بتاعك، اذا قلنا مثلا اللوجو بتاعك بتاع الشركه او بتاع البيزنس بتاعك اخذتناه في الجنب الشمال، في الجنب اليمين فوق بيكون في الزر بتاع الشراء او ايا يكن الترتيب اللي انت عايزه في الموقع بتاعك، لكن لازم يكون الزر بتاع الشراء او الزر اللي بيتيح للزبون انه يعمل معك بزنس يكون واضح شديد ويكون بلون مختلف، اللي هو بيقول له call to action، اللي هو دي الطريقه اللي بيقدر الزبون يبدا بها بزنس جديد معك. لازم تكون الرساله واضحه شديد في الكول تو اكشن، ولازم برضو الزر اللي بيقدر يعمل به الزبون بيزنس معاك يكون برضو واضح شديد وبلون مختلف. الحاجة رقم ثلاثة والمهمة شديد في الموقع الإلكتروني بتاع البيزنس بتاعك هي إنه يكون في صور حقتك أنت. طبعا الحاجة نحن متعودين عليها إنه الناس بتفتش على صور من الإنترنت، بتجيب صور ما عندها علاقة شديدة بالبيزنس بتاعها. الصور بتاعتك مهمة شديد لأنه الناس بتحب تعايل الصور، فمهم جدا انه الصور دي تكون بتضيف قيمه حقيقيه للموقع بتاعك وبتعكس الفائده والقيمه بتاعت المنتج بتاعك. يعني مثلا واحده من الامثله اللي بيذكرها الكتاب Building Story Brand، واحده من الامثله اللي بيذكرها انه الصور ممكن تكون هي صور لزبائن مبسوطين وبيستخدموا في المنتج بتاعك. الحاجه رقم أربعة المهمه جديده المفروض تكون في الموقع الالكتروني بتاعك انه اذا انت بتبيع حاجات كثيره شديد او عندك منتجات متعدده، مهم شديد انه تحاول تجمع المنتجات دي كلها في منتج واحد يكون بيلمهم كلهم. يعني مثلا اذا انت زول بتاع دكان وبتبيع مثلا الاحتياجات الاساسيه للبيوت، ممكن تذكر الحاجه دي انه انت بس بتبيع الاحتياجات الاساسيه، كل الاحتياجات الاساسيه اللي بيحتاجها الزبون في مكان واحد مثلا، بدل ما تتكلم عن اي منتج منفصل. وانا ذكرت الدكان لانه الدكان بيكون فيه مئات الحاجات، فانت محتاج للسمبليفيكيشن ده، محتاج للبساطه دي في الرساله اللي حتوصلها للزبون. ما مفروض تركز انه ما تجوط الزبون في لما نفتح الموقع بتاعك، بالذات في الحته اللي هي فوق خط الطي. لازم تحاول تلقى امبريلا او مظله بتجمع وبتوصف المنتجات اللي انت بتشتغلها
أو الخدمات اللي أنت بتقدمها، وتذكر المظلة دي فوق، وبعدين تحت ممكن تتكلم عنهم زيادة، لكن بعد خططتي. ولما نقول تتكلم عنهم زيادة، لازم تعمل حسابك شديد، ودي النقطة اللي حنتكلم عنها في الحاجة رقم 5 المفروض تكون في الموقع الإلكتروني بتاعك. طيب، الحاجة رقم 5 والأخيرة المفروض تكون في الموقع الإلكتروني بتاعك هي إنه لازم تركز على إنه يكون الكلمات قليلة جدا في الموقع الإلكتروني بتاعك. الناس ما قاعد تقرأ يا جماعة، ونحن كلنا عارفين الحاجة دي، فما تتعب نفسك وتضيع على نفسك فرصة وتكتب كلام كثير شديد في الموقع الإلكتروني بتاعك. لازم تكون الكلمات أقل ما يمكن في الموقع، أقل كلمات ممكنة ممكن تقدر توصف بها المنتجات بتاعك والخدمات والقيمة اللي ممكن تضيفها للزبون بتاعك في الصفحة الإلكترونية بتاعتك. لأنه إحنا متأكدين تماماً إذا أنت خطيت فقرة طويلة، غالباً الناس ما حتقراها، وحتكون عبارة عن ضياع مجهود وضياع فرصة لك إنه تشرح فيها البيزنس بتاعك للزبون بتاعك. فممكن تاخده كتحدي مثلاً، والكلام ده برضو مذكور في الكتاب، إنه تحاول تقسم الكلمات بتاعت الموقع بتاعك للنص، تمام؟ أي حتة عندك فيها فقرة كبيرة فيها الكثير من الكلام، حاول لخصها في نقاط. أي جملة طويلة حاول شيلها برا ودخل بدالها كلمات. أي كلام ممكن تقدر توصفه بصورة، شيل الكلام برا وخط الصورة. شباب، شكرا جزيلا لكم. لو استفدت من الفيديو ده وحابي إنه فيديوهاتي المستقبلية إن شاء الله تصلك، اتذكر إنك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو.